أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج عين على الخليج. احتجاجات شعبية وحراك ومجلس عسكري ودول خليجية تختار مجددا الاصطفاف مع العسكر بدعوى الحفاظ على الاستقرار. الاستقرار باتت كلمة السر التي تحولت إلى الشماعة التي تغطي مواقف خليجية رافضة لطموح الشارع العربي والذي يبحث عن تغيير في نمط حياته وفي مسار دام لعشرات السنين وأخذ البلاد من السيء إلى الأسوأ. كما في الجزائر، ها هي دول الخليج تؤكد دعمها لمجلس عسكري سوداني يرفضه الشارع المحتج ويرفضه كل من يبحث عن إرساء قواعد لعبة سياسية جديدة في عالم عربي تحكمه طبقة من العسكريين. ذهب البشير ولم تذهب روحه المتمثلة بالمجلس العسكري الانتقالي الذي سارعت دول الخليج لدعمه، ليعلو صوت المحتج العربي الذي يرى أن قيادات الخليج تصطف دائما ضد الثورات والاحتجاجات الشعبية بدعوى الحفاظ على قدس الأقداس ألا وهو الاستقرار. كل من يظن أن السودان حيلحق بالدول، ها هي السودان تسير على خطى الجزائر، ولربما مصيرها كمصير بعض الدول العربية. انهار رأس الهرم عمر البشير الرئيس السوداني السابق، ولكن أذرع حكمه المتمثلة بالمجلس العسكري الانتقالي بقي. المجلس الذي توعد بعدم تفريق المحتجين واعتقال أعضاء في الحكومة السابقة. مشهد الأزمة السودانية ومشهد الاحتجاجات السلمية التي تقودها نقابات مهنية ليبرالية وموقف الدول الخليجية منها لم يختلف كثيرا عن مشهد الربيع العربي، أو لربما مشهد ربيع حكم العسكر العربي إنجاز التسمية. فالدول الخليجية اليوم تؤكد على وحدة صفها وموقفها الداعم للمجلس العسكري الانتقالي على الرغم من أزمة تفرقها. فقد تلقى رئيس المجلس الانتقالي عبد الفتاح برهان اتصالات هاتفية من العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. فقطر والسعودية والإمارات تتخذ موقفاً مبهماً من الأزمة السودانية ما بين مساندة المصلحة الوطنية العليا وتحقيق تطلعات الشعب السوداني ورفع مطالبه العادلة في الحرية والعدالة، وبين مساندة المجلس العسكري الانتقالي. أول مطلب شنو؟ محاكمات فورية شفافة. فهل هذا الموقف الضبابي والكيل بمكيالين، مكيال دعم المجلس العسكري الانتقالي ومكيال مساندة الشعب السوداني، هو لاستئصال زخم الاحتجاجات خوفا من أن تنتقل العدوى لتطال الدول الخليجية؟ أم هي حقا الرغبة الخليجية في استقرار السودان بشكل خاص والمنطقة العربية بشكل عام من أجل المحافظة على أرواح الشعب وممتلكاته؟ ولن نرحب بضيوفنا هنا معي في الاستوديو دكتور إيدي كوهن، باحث في مركز بيغين سادات لدراسات الشرق الأوسط، مرحبا بك. وعبر خدمة سكايب من السعودية الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ فهد الأحمر. أستاذ فهد مرحبا بك. وعبر الهاتف من السودان الصحفي محمد حلفاوي. أستاذ محمد مرحبا بك، وسأبدأ معك أستاذ حلفاوي. يعني كيف بداية يقرأ الشارع السوداني موقف دول الخليج الداعم للمجلس العسكري الانتقالي؟ السلام عليكم. الشارع السوداني يغرأ موقف الخليج على أنه هو التفاف أو إجهاض للثورة الشعبية. الآن الناس محبطين جدا من عدم تحقيق مطالب الثورة وعجالة الدول الخليج على العبور بهذه الإجراءات إلى الأمام وتشكيل حكومة شكلية، ومن ثم التصوير على أنها حكومة مدنية ديمقراطية شكلية من دون تحقيق مطالب الثورة. الآن أدرى النظام كما تفضل تقريركم موجودة كما هي وتمارس نشاطها بكل أريحية بكل ارتياح، ولم تتحقق ولا 5% من مطالب الثورة. طب أستاذ فهد، أريد يعني أن أسألك، ألا ترى يعني تناقضا في الموقف الخليجي الذي يقول أنه يساند مطالب الشعب السوداني ومطالب المحتجين، لكنه في ذات الوقت يؤكد دعمه لقرارات المجلس الانتقالي الذي يرفضه الشعب السوداني والمحتج السوداني؟
مرحبا بك، رحب بك والدكتور إيدي و مرحبا بك محمد وبالسادة المشاهدين والمشاهدات. أولا المملكة العربية السعودية تقف مع الشعب السوداني، وكل سوداني حقيقة يعرف مواقف المملكة العربية السعودية ومكانة السودانيين حقيقة في عند الشعب السعودي جدا، لأن هذا الشعب حقيقة محترم ولديهم من الثقافة والأدب والتعامل الحسن، ولذلك السعودية تهتم جدا بما يحصل في السودان. الموقف السعودي ليس دعما للعسكر، بل هو محاولة لإنجاح الانتقالية، المرحلة الانتقالية إلى المدنية، إلى الحالة المدنية، بسبب المخاطر التي قد تكون مليئة بالتحديات السياسية والتحديات الشعبية. وبالتالي فإن دعم المملكة العربية السعودية ليس دعم بجهة دون أخرى، هو دعم إنساني للشعب السعودي بالبر. لكن أستاذ فهد، يعني احتج أو المواطن السوداني ربما يخشى هذا المجلس العسكري لا يختلف عن حكم البشير، ولذلك يخاف ويخشى من هذه الفترة الانتقالية وما ربما سيحدث بعدها. طبعا احنا لا نستطيع ان نختزل راي الشارع السوداني في شخص ولا عده اشخاص. في النهايه شان الداخلي السوداني هو شان محلي بحت، ولا نستطيع التدخل فيه الا بما يفيدهم بالتاكيد. قرار الشعب السوداني بالرضا عن المجلس الانتقالي أو عدم الرضا، هذا بالتأكيد شأنه وحريته الشخصية التي نؤيدها. دكتور عادي، نحن في المملكة العربية السعودية هم لا نستطيع. أعتذر دكتور عادي، ما الذي تخشاه دول الخليج ويدفعها المرة تلو الأخرى للاصطفاف ضد المحتجين، ضد رغبة الشعب، وهذه المرة في السودان؟ أول شيء يعني اسمحي لي إنه سؤالك غير دقيق. ما فينا، لا يمكن أن نقول دول الخليج. هناك عداوة، هناك انقسام، هناك دول حصار، هناك قطر. قطر دعمت البشير بمليار دولار نهاية هذا العام 2018 لكي يستمر. قطر متعاطفة مع الإخوان المسلمين. قطر نحن نتحدث عن بعض الدول الخليجية. لا، السعودية لن تدعم البشير. هي لن تدعم الحراك الشعبي كمان. لن تدعم الحراك الشعبي. لن تدعم. أقول لك الصراحة، أول من نشر صور عن المظاهرات هو أنا. في تويتر أنا أول من نشرت صور عن مظاهرات السودان، وبعدين معتز مطر قناة أوريونت ابتدأ بالنشر، وبعد أسابيع العربية والحدث بدأوا ينشرون. في البداية ما في ولا دولة نشرت الحراك والمظاهرات، وخاصة الجزيرة. الجزيرة يعني بعد 3 أسابيع شهر بدأت تنشر يعني هذه. أنت نشرت الحراك. أنا أول، وأنا وقفت مع الشعب السوداني ولست نادما على ذلك. اللي كنت بدي أقوله إنه قطر، هي هناك جبهة قطر تركيا السودان. لا ننسى السودان أجرت جزيرة للتركي. هناك جبهة قطرية تركية إيرانية سودانية وصومالية. في المقابل عندك دول ما يسمى دول الحصار، مصر، السعودية، الإمارات والبحرين. السعودية يهمها الاستقرار. نعم، أنا موافق مع كلام الضيف، يهمها استقرار مصر السيسي. لا تريد هذه العدوى أن تجتاح مصر، ولكن من دعم النظام البشير هو أمير قطر. هل تريد الرد أستاذ فهد؟ مرحبا. طبعا بالنسبة لبشير، حصل ما حصل في عهده الطويل، وسلم كما تفضل الدكتور، سلم جزيرة سواكن
تركيا وكذلك قطر أيضا دعمت البشير. ومع هذا فإن النور العام السعودية مع رغم هذه المواقف فإن النور العام السعودية وقفت أيضا موقف الداعم والمساعد للاستقرار الاستقرار ولم تسعى لشيء غير نعم. الاستقرار. نحن نستمع لهذه الكلمة كثير يعني كلمة الاستقرار هل الاستقرار يبرر استمرار قمع الأنظمة العربية والطبقة العسكرية للشعوب العربية من وجهة نظر السعودية ودول الخليج؟ والله الاستقرار على حقيقته وليس الشعارات التي تحدث بها الآخرون. نحن لما نتحدث عن الاستقرار فإننا نتحدث عن معناه الحقيقي والمقصود الذي يستحقه الشعب السوداني والشعب مثل أي شعوب أخرى. وقرار اتخاذ الرأي سواء المجلس العسكري أو المجلس المدني هذا قرار في النهاية خاص بالشعب السوداني، ونحن نمضي معه في اختياره الذي حق من حقوقه واحترام لسيادته وسيادة الدستور السوداني. نعم. طب أستاذ حلفاوي، إلى أي مدى يمكن أن نقول أن تأييد السعودي والإماراتي والخليجي بشكل عام للمجلس العسكري يعزز من قدرته على رفض مطالب الشارع في السودان؟ ليست بالقدرة ممكن الناس يتصوروها، لأنه الرهان هنا على الشارع وعلى ميدان المعتصمين اللي هم مصممين على تنفيذ مطالبهم والمطالب الثورية بتشكيل حكومة مدنية لفترة انتقالية وتمثيل عسكري لمجلس مشترك بين 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 الجيش والمدنيين وفترة انتقالية تعقبها انتخابات. بالتالي هنا تجمع المهنيين الحركة الاحتجاجية التي تقود الاحتجاجات الشعبية منذ ديسمبر 2018 هي رافضة تماما لإعطاء الفرصة لكل التقاطعات الدولية. ولذلك الرهان هنا على ميدان الاعتصام ومدى الاستجابة لمطالب المعتصمين. الأعداد تزايدت اليوم كثيرا. حاول بعض الجرافات كسر المتاريس امام المعتصمين، لكن المعتصمين رفضوا مغادره الميدان. الان الاعتصام مستمر ومطالبهم هي التي تحدد مسار هذه الثوره وليست التقاطعات الدوليه. السودانيون لديهم مجتمع ليبرالي ومدني قادر على تحقيق الديمقراطيه تماما دون اي تقاطعات دوليه. دكتور إيدي، أنت تنتقد الموقف الخليجي دائما من الأزمات العربية، لكن إسرائيل كانت دائما يعني تدعم على علاقات جيدة دعنا نقول مع الأنظمة يعني القمعية في العالم العربي. أول شيء منيحة اللي ذكرت اسم إسرائيل. نحن وأنا كنت هون عندكم بالاستوديو منذ 3 أشهر وحكينا عن المظاهرات في السودان. وصلاح كوش مدير المخابرات السودانية قال بالحرف الواحد هؤلاء من دسين، جاءوا من إسرائيل، هؤلاء من الموساد. هذه هي عقلية الدول العربية التي تريد أن تشتم أو تشيطن المتظاهرين. قالوا هؤلاء من الموساد، والآن الجميع يعرف أنه هذه كانت أكبر إكذوبة ولا دخل لا من إسرائيل أو للموساد، لا من قريب ولا من بعيد. أما بالنسبة للنظام الإسرائيل، مع مين يعني إسرائيل لديها علاقات مع أي دولة؟ شو لم أفهم سؤالك. إسرائيل لا تدعم نظام بشار الأسد، نظام بشار الأسد جيد لإسرائيل، هذا لا يعني أن إسرائيل تدعم هذا النظام أو أنظمة أخرى. هناك مصالح، دولة إسرائيل يجب أن ترى مصالحها. دولة إسرائيل أنا سمعت منذ 3 أشهر يعني انتقادات لأنها دعمت موقف السعودية من أزمة خاشقجي. يعني الجميع ينتقد إسرائيل، الجميع ينتقد إسرائيل. إسرائيل كمان عندها مصالح، إسرائيل هي في صف واحد مع الولايات المتحدة، مع مصر ومع السعودية، وهذه هي مصالحها. أستاذ فهد، لماذا لا ترعى السعودية وهي صاحبة يعني التأثير على اللاعبين في السودان، لماذا لا ترعى جلسات حوار تهدف إلى إيصال الأطراف المتنازعة لصيغة أو الأطراف السودانية لصيغة يمكن من خلالها الحفاظ على الاستقرار وعلى الحريات وعلى مطالب المحتجين في السودان؟ طبعا السعودية تهتم
الشارع السوداني كما ذكرنا، وبالتالي فهي ترى تنتظر الوقت المناسب. وقد حصل أيضا زيارة لمسؤولين وفد سعودي في يناير الماضي، ويعني حصل ما حصل فيه، يبدو طبعا هناك اهتمام بلا شك في الوضع السوداني والوضع وضع الجهات المعنية هناك من أجل المصالحة، لكن هذا يحتاج إلى وقت من أجل تهدئة الشارع السوداني والنظر في مطالبه. وكما تفضل الدكتور إيدين، إسرائيل منتقدة في كل الأحوال، وأقول أيضا السعودية منتقدة في كل الأحوال، إن سكتت يعني أفتعت الصمت والهدوء كان الانتقاد لها، وإن تحدثت كان الانتقاد لها، وكأن السعودية هي المعنية بالدرجة الأولى لما يحدث في العالم بأسرة. هذا من جانب هو مقترح أيضا، وللاهتمام ومعرفة الدور والثقل السعودي، ومن جانب آخر تعرض السعودية للاحتراء والظلم في أي موقف مهما كان إيجابي. السعودية قدمت للسودان ما يتجاوز 23 مليار ريال كقروض لدعم المشاريع التنموية في السودان. السعودية تقف موقف مهتم جدا بالوضع السوداني، لأنه في كل الأحوال وعودة لما ذكرنا المكانة السعودية السودانية في حدود السعوديين يعرفها كل سوداني سواء كان مقيم في السعودية أو مقيم هناك. لما أستاذ حلفاوي، البعض يقول إن الملا الخليجي يلعب دورا فيما يحدث في السودان، هل بالفعل هناك خصوم الخليجيين ومصالحهم في صفوف قادة الاحتجاجات؟ لا توجد خصومة بالمعنى الواضح. أي نعم، المال المساعدات الخليجية تلعب دور كبير جدا. والمجلس العسكري قبل يومين خاطب دول الخليج تحديدا أو السفراء عموما بتقديم مساعدات اقتصادية للخروج من الأزمة الاقتصادية، لكن قادة الاحتجاجات ليست لديهم خصومة، بقدر ما إنهم يقولون يجب أن تكون المصالح مشتركة، مصالح فيها قدر من الشفافية، ومصالح تراعي مصلحة الجانبين. إذا كانت هناك استثمارات خليجية في السودان فيجب أن تقوم على الشفافية، ويعني ليست كالفترة الماضية هناك استثمارات خليجية بما لا يقل عن 30 مليار دولار في السودان، لكن الشعب السوداني لا يرى ولا دولارا واحدا من هذه الاستثمارات ولا حتى في توظيف البطالة. لذلك قادة الاحتجاجات يقولون أن الفترة القادمة إذا ما تحققت مطالبهم فإنهم سيشكلون حكومة مدنية انتقالية تراعي مصلحة البلاد في المقام الأول دون أي أن تكون الحكومة عرضة للاستقطاب الخليجي. أردت التعقيب دكتور إيدي. نعم، لا يعني نحن نسينا، لكن كيف بدأت هذه الاحتجاجات؟ الاحتجاجات والمظاهرات وأطلاق النار، كل المظاهرات بدأت احتجاجات على خلفية الغلاء، لذلك لم يكتفي الشعب فقط بسكوت الطاغية نظام البشير، هو يعلم جيدا بأن هذا استمرارية لحكم نظام البشير. ذكرنا المال أستاذ فهدي، لمتى يعتقد الخليجيون أن مالهم يعني يمكن أن يشتري الولاءات وأن يطفئ نيران الغضب ليس فقط في الشارع السوداني، يعني في الشارع العربي، أو يشعل الغضب؟ لا يشتري ولا يشعل. هذه مساعدات إنسانية، لو لم تقم بها المملكة العربية السعودية لكانت أيضا محل انتقاد، فإن قدمت انتقدت، وإن لم تقدم تكون أيضا مجال للانتقاد. على العموم هذه مساعدات إنسانية، نحن نراها مساعدات إنسانية، من يراها أنها تشعل فهو هذا رأيه، وربما لأنه ينظر للناس بعين طبعه، ومن يراها أنها شراء فهذا
ينظر أيضا بعين طبعه السعودية لا تشتري أحدا بمالها. هذه مساعدات إنسانية قدمتها أيضا دكتور السعودية يقول هنا عن هذا المال يشعر وإيران الآن السعودية قبل أسبوع قدم معونات لإيران بسبب الأوضاع في الاتحاد المياه والسيول. يعني نحن بنشوف أنا أتكلم عن المال القطري يعني المليار الدولار الذي قطر دفعت للسودان ساهم في قمع وقتل وشراء معدات ضد المظاهرات. قطر وتركيا يعني ما كانوا يريدون لم يكن يريدون إسقاط نظام البشير. ولماذا؟ ليش يعني في هذا الوقت بالذات مليار دولار؟ ليس لإنقاذ الاقتصاد السوداني إلا لإنقاذ نظام البشير وفشلوا في نهاية المطاف. طب دكتور إيدي أريد أن أسألك، يعني أنت مرارا تدافع عن المتظاهر وعن المحتاج بالأخص في العالم العربي، لكن يعني إسرائيل ويعني إسرائيل والغرب يتغنون دائما بدعم الحريات، لكن لم نسمع بشكل واضح أو يعني رسمي من حكومة إسرائيل أو حكومات يعني أخرى أي دعم للمحتجين. نحن عندما شوفي كما قلت يعني إسرائيل لم تفعل أي شيء واتهموها ولا تهديد أمريكي وفرض عقوبات المجلس العسكري. يعني لم نستمع لهذا، يعني أنت تقول يعني لا أحد يدعم البشير أو المجلس العسكري، لكن لم يعني لا نرى خطوات من أجل المواطن أو المحتجين أو عقوبات ضد المجلس العسكري. تصريح إسرائيلي رسمي يعتبر أو تعتبر شيطنة للمتظاهرين أو شتيمة. تخيل نفسك أنا اتهموني أنه أنا في غرفة في تل أبيب أعطي أوامر للمتظاهرين في السودان. إسرائيل يجب عليها أن تسكت، وشو دخلنا مع السودان؟ ليس هناك أي علاقات ثنائية مع السودان. لماذا؟ يعني نحن نذكر أن في آخر أيام يعني في آخر أيام البشير في الحكم لم يرفض فكرة الانفتاح على إسرائيل. نعم، هذه كانت آخر محاولة منه لكسب ود الولايات المتحدة عندما طلب من إسرائيل فتح قنوات لكي يعني يشرعن استمرار حكمه. هو حاول النافذة الأخيرة فتح تواصل مع إسرائيل، لكن إسرائيل لحسن الحظ لم تلبي طلبه ولم ترد على اتصالات البشير. طب أستاذ فهد، يعني ذات السؤال، لماذا لا نستمع حتى الآن يعني من دول الخليج انتقادات أو تهديد بفرض عقوبات على المجالس العسكرية أو على من يعني يحارب الآن المواطن والمحتج في الشارع؟ نعم، أولا الجيش العسكري نراه الآن هو وفي أغلب الأحوال هو يدافع عن تطلع. طيب سنحاول العودة إلى أستاذ فهد. أريد أن أسألك أستاذ حلفاوي، يعني ما الذي يتوقعه السوداني الآن من دول الخليج؟ السودانيين يتوقعون يعني أنا لا أخفي أنهم يتوقعون مساعدات عاجلة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، باعتبار أنه السودان يعاني من فجوة غدرها 6 مليار دولار في الميزان التجاري للاستيراد السلاح، بالتالي هم بحاجة عاجلة إلى مبالغ، وهناك أزمة وقود وأزمة سيولة نقدية، بالتالي هم بحاجة إلى مساعدات اقتصادية. هذه المساعدات الاقتصادية لا تتوفر إلا عند دول الخليج، باعتبار أن هناك عقوبات تواجه علاقة السودان مع مؤسسات النقد الدولي، ولا مفر إلا من اللجوء إلى دول الخليج. نعم، نعود إليك أستاذ فهد. يعني ما هي الرؤية السعودية يعني الأفضل بالنسبة للسعودية لما يحدث الآن يعني في السودان؟ ولمستقبل الحراك بشكل عام. نعم، أولا أنا أتحدث عن رؤيتي ولا أمثل أحدا. الرؤية الشخصية
أنه يعم الأمن والهدوء في السودان. وطبعا الآن المظاهرات الشعبية داومت بإصرار على المطالب هالأسبوع في أسابيع كثيرة، وبالتالي أقصت البشير تبقى وتبقى على العسكر المهمة الأساسية، وهي إقامة حكم مدني كما يحبه يتمناه كل فرد سوداني. على المجلس العسكري أيضا أن يثبتوا أنهم على مستوى وعودهم بالانتقال وتسليم السلطات للمدنيين لاحقا. طيب أردت كلمة أخيرة دكتور إيدي. نصيحة للسودانيين أن ينسحبوا من الجامعة العربية وأن يفتحوا تواصل تطبيع مع دولة إسرائيل. عنا اقتصاد، عنا زراعة، يمكنها الاستفادة كثير من دولة إسرائيل. دكتور إيدي كوهين، باحث في مركز بيجين سادات لدراسات الشرق الأوسط، شكرا جزيلا لك. من السعودية كنت معنا الكاتب والمحلل السياسي فهد الأحمري، شكرا جزيلا لك. وعبر الهاتف من السودان الصحفي محمد حلفاوي، جزيل الشكر لك. أعزائي المشاهدين، بهذا نصل لختام حلقة أخرى من برنامج عين على الخليج. إلى اللقاء.